صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء. هذه الطفوف وتلك شم قبابها، فاحطط برحلك في رحيب رحابها. في روضة لم يخلق الباري لها مما برا مشابها. فاقت على روض الجنان، وكيف لا وأريجها من زعفران ترابها. واعلمه إذنا بالزيارة واحتفظ واحذر من التفريط في آدابها، وامشي الهوينا بسكينة ووقار، وامشي الهوينا قاصد القبب التي تتهافت الأملاك في أعتابها. يا فإذا دنوت من الضريح، إذا قدرت تقترب اليوم. الله يرحم الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه. فإذا دنوت من الضريح فقف ولا تحبس دموعك، فهو وقت مصبها. واعلم بأن السبط مطلع يرى زواره، ويعي جميع خطابها. فقل السلام عليك يا ابن المرتضى، هادي الورى لمعاشها ومآبها. ثم القبر الشريف، فإنه من شأن أملاك السماء ودأبها. واقصد علي ابن الحسين مسلما وبقية الشهداء من
أطيابها الباذلين نفوسهم في طاعة الرحمن، فاغتنموا جزيل ثوابها، لا سيما العباس بدر كمالها وشعاع نيرها وضوء شهابها. وعدل بقصدك لا تمر ببقعة. يقول أكو هناك موضع ولو كنت رايح متعني، لكن لا تمر على ذاك الموضع. أي موضع ولماذا؟ قال: وعدل بقصدك لا تمر ببقعة ذبح الحسين بها دعي ضبابها. يعني المنحر الشريف إني عنده تخوف، عنده تخوف، هو عنده التفات. ليش يا شيخ حسن؟ قال: إني أخاف عليك إن تمرر بها ألا توفيها حقوق مصابها. إني أخاف عليك إن تمرر بها ألا توفيها حقوق مصابها. لم يقض من أجرى الدموع بتربها، حقا لها ودم الحسين جرى بها. يقول هذه بقعة جرى عليها دم الحسين، تأدي حقها لو صبيت دموعها؟ ما أسرفت نفس تسيل ببقعة، سالت دماء السبط فوق ترابها. واذكر إذا عاينت أخبية النساء إبرازها. يعني إذا رحت صوب الخيام يقول: واذكر إذا عاينت أخبية النساء إبرازها قسرا وهتك حجابها. لا فوقها ظل ولا من تحتها فرش سوى أردانها وثيابها. بين الحال، بين الموقف. قال: تخفي البكاء عن الأعادي عفة من عفتها، ما تبكي، ما ترفع صوتها بالبكاء. تخفي البكاء عن الأعادي عفة منها وتغضي الطرف عن سلابها. رسالة بأربعين حسين أبعثها إلى الزوار. عندنا رسالة، رسالة بأربعين حسين أبعثها إلى الزوار. جدي يزوره وياكم وخوه أمه والكرار. الله يا ملايين اللي رحتوا لا تزورونه، يتقدمكم المختار لكن ما تشوفونه. جايب له فقصده يزور سبطه وقرة عيونه، متربي على صدره وتالي تعفر بلوعار. عدكم ضيوف الليلة، عدكم ضيوف، واسوهم وعيشوا حزنهم. جني أنظره واقف يجر عد قبره الونه،
مأجور يا رسول الله، كني أنظره واقف يجر عد قبره الونه، بيده لازم الشباك يبكي وينحب على ابنه، وابوه من النجف زاير وصل هاليوم وتعنى، وبس ما دخل بالحاير وقف يجري الدمع نثار، كأنه ويا المشاي اللي جايين من النجف. وين الزهرة؟ ما زرتون الزهرة؟ ما وقفتون على قبر الزهرة؟ والحسن قال وابو محمد مشي عضد الى مكسورة الضلعين، وابو محمد مشي عضد الى مكسورة الضلعين، وهي قالت لقوم الروح يا ابن نزور اخوك حسين، بالآلام قصدت له وحفتها الحور العين، والأملاك وياهم لفت بمر العلي الجبا، وصلت كربلا ولنهش كثر زوار عد قبره، هذا يقول آي حسين ومصابه ويدق صدره، وهذا يقول يا حسين بضماير نويه العبره. لما نظرت الزهرة إلى الزوار ويش قالت؟ قالت أسف ما جيتوه يشكي قلة الأنصار، وصلت كربلا ولنهش كثر زوار عد قبره، هذا يقول آي حسين ومصابة ويدق صدره، وهذا يقول يا حسين بضماير نوه العبرة، نادت أسف ما جيتوه يشكي قلة الأنصار، ولا جيتوا يا زوارة وهو مرمي بلا تغسيل، على راس الرمح راسه وعلى صدرة تدوس الخيل، ولا جي عليكم عتاب، ولا جيتوا يا زوارة وهو مرمي بلا تغسيل، يا ويلي بلا تغسيل، على راس الرمح راسه وعلى صدره تدوس الخيل، وصلت صوب قبر حسين والعبر على خدها تسيل، ونادت بي نور العين قوم استقبل الزوار. حبيبي ثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد سواه ومن عمرو، له تربة فيها الشفا وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، اختصه الله بخصائص، والخصائص ليست الأفضلية وإنما هي من الأفضلية، وإلا فالأفضلية إلى جده وأبيه وأخيه الإمام الحسن، وإنما هي خصائص يعني ميزات، وميزات عجيبة، يعني هناك أمور ما نقدر نفسر معناها، إذا قلنا مثلا بأننا لا تكاد تمر بنا مناسبة إلا ونجد في الكتب زيارة إلى الحسين، ليلة القدر، العيد، ليلة المبعث النبوي، هاي المناسبات، ليش إلا الحسين؟ ليس لنا إلا أن نذعن وأن نسلم لهذه الخصائص.
ليش إقامة العزاء على الحسين دون غيره مع أننا نقيم عزاء غيره ولكن نتميز في إقامتنا أو إقامة العزاء على الحسين تتميز؟ هذا أمر صدر عن أهل البيت سلام الله عليهم، وليس علينا أو وليس لنا إلا أن نذعن. زين، من تلك الخصائص التي اختصه الله بها التربة، التربة الحسينية. ولو أردنا أن نتكلم عن التربة الحسينية لوجدنا أنها في العلوم الإسلامية توجد في أكثر من علم، فنجدها في الجانب العقيدي، ونجدها حاضرة في الجانب التأريخي، ونجدها في الجانب الأخلاقي أيضا، ونجدها أيضا في الجانب الفقهي. لأننا لو تأملنا في الرسائل العملية، الرسائل الفقهية، لوجدنا كتب العلماء في الرسائل الفقهية في الأبواب، في أبواب الفقه، باب الطهارة. كم مسألة في باب الطهارة تتكلم عن التربة الحسينية؟ في كتاب الصلاة كم مسألة في كتاب الصلاة عن التربة الحسينية؟ زين، هذا فضلا عن الجوانب الأخرى. ولعل من أبرز تلك المسائل مسألتان. المسألة الأولى أنها من المحترمات، لأننا عندنا في الفقه الإسلامي مصطلح أو شيء يسمى المحترمات، أشياء تسمى المحترمات. المحترمات هي ما يقدسه المسلمون، القرآن الكريم، القرآن الكريم من المحترمات، الرسائل العملية، كتب الأحاديث، كتب الأدعية، أسماء الله الحسنى، ومنها التربة الحسينية. هذه ثابتة من الثوابت، من الثوابت. حتى تفرعت من هذه المسألة مسائل، فمن تلك المسائل ما ذكره الشيخ الكركي رحمة الله عليه، والشهيد الثاني والبحراني، ولعله أيضا العلامة الحلي، والشيخ محمد حسن النجفي، عندما حكموا بكفر من استنجى بالتربة الحسينية. ليش؟ لأنه خصوصا طبعا بشرط إذا علم بأنها من التربة الحسينية، وأنها شنه؟ وأنه أراد إهانتها. ولا يختلف إثنان، إذا أراد إنسان أن يهين التربة الحسينية فلا ضير إذن لو قيل بكفره، كما أفتى هؤلاء العلماء الأعلام. وإذا وقعت التربة الحسينية في بيت الخلاء أو وقعت في مجرى الماء الذي يخرج من بيت الخلاء وجب إخراجها على من تعمد وقوعها في بيت الخلاء وعلى غيره، حتى اللي ما تسبب في إيقاع تلك التربة في بيت الخلاء أو في مجرى الماء الذي يخرج من بيت الخلاء النجاسة أجلكم الله، يجب عليه أن يخرجها، واجب شنه؟ عيني، لا بد أن يخرجها، ولو أدى كما يقول السيد محمد كاظم اليزدي
رحمة الله عليه ولو أدى إلى دفع أجرة، فإن لم يتمكن من ذلك وجب على الأحوط وجوبا أن يهجر بيت الخلاء الذي وقعت فيه أو مجرى الماء الذي يخرج من بيت الخلاء الذي وقعت فيه. ملاحظ؟ ومسألة أخرى يذكرها في العروة الوثقى ولعلها من غرائب المسائل، عندما قال السيد محمد كاظم اليزدي بأنه يستحسن عند الكتابة على الكفن مع العلم بأن الميت إذا مات تفسخ جسده وانبعث الدم من جسده ويؤدي ذلك إلى اتساخ تلك الكلمات وتلك التربة التي كتب بها على قميصه، فيقول فيستحسن بأن تكون الكتابة على وصلة، بهذا يعبر على وصلة توضع على الكفن على صدره أو عند رأسه. فلاحظ مولانا هذه من المحترمات، يعني من الثوابت احترام التربة الحسينية. ولهذا البعض ليش يروح إذا يمر في الطريق على 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 مفتشين هؤلاء يعتدون على هذه التربة، إذا كان يعلم بذلك بأنهم سوف يهينون هذه التربة فلا ينبغي له أن يكرر مثل هذه المواقف، ما ينبغي. هذه إليها مقام، لما نجي تقرأ في الروايات تستغرب اعتناء أهل البيت بهذه التربة. ومن أهم تلك المسائل الاستشفاء، استحباب الاستشفاء بتربة الحسين. ولو تأملت في الرسائل العملية لوجدتها تقول بأن الاستشفاء بالتربة مختص بتربة الحسين، لأن تناول الرمل والطين حرام، أمر محرم، بل أكل الطين كأكل لحم الخنزير كما جاء في الرواية، ولكن يستثنى من الطين كله وإن كان طين قبر رسول الله كما يقول السيد السيستاني حرسه الله، وإن كان من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحرم إلا أن يكون من طين قبر الحسين. ولهذا احتياط عندهم، لعله الشيخ حسين يقول ما يخالف لو رحت بعيد عن القبر وأخذت من الطين البعيد شوية عن القبر، لأنه أطلقها، يقول يوم العيد تأخذ من طين قبر الحسين من تربة الحسين، جابها مطلقة. لكن الفقهاء اليوم يقولون لابد أن يكون من التراب القريب، وإن كان هذا لا يكون. عندما يقولون بأنه التربة التي يستشفى بها التي لا تبعد عن القبر أكثر من 22 ذراع، زين، وأما التربة الأخرى فاحتياطا، طبعا أكو روايات، لكن احتياطا فإن المؤمن لا يتناول منها، زين، وإنما إذا أراد أن يستشفي بها يضع شيئا منها في الكأس حتى إذا ركد الطين أو التراب شرب من ذلك الماء تبركا بتلك التربة. وطبعا مثل ما قلت لك في البداية، بعد هي خصائص للحسين، يجوز تأخذ من التربة التي هي للحسين من القبر فقط، زين،
المختصة بالحسين، وأما غيره فإنهم يحتاطون بتركها. زين، هذه التربة والتربة التي عندنا، لأن موجودة رواية حتى إلى 10 أميال. زين، هذه التربة التي عندنا لماذا تقدس؟ إحنا نروح كربلاء ونمشي عليها، لماذا تقدس هذه التربة؟ لأننا جئنا بها من هناك، فصار عنوانها عنوانا آخر. زين، من هنا تكون لها حرمة أكثر وأكبر. أما أئمة أهل البيت سلام الله عليهم فإنهم كانوا يحتفظون بتربة القبر من زين العابدين، وانت رايح كلهم عندهم من تراب القبر. ما أدري بعد زينب يوم اللي مرت، اليوم وزارة الحسين بعد طلعت من كربلاء وما أخذت إليها تربة من القبر. إلى المسبحة وإلى الصلاة كما فعل الإمام زين العابدين. وأما قبل هذا اليوم ما أظن أخذت زينب تربة من كربلاء. ليش؟ لأن ماكو قبر. قبل تطلع زينب من كربلاء ماكو قبر. على أجسادكم يا أخوي مريت، والكل منكم بالثرى ميت، رحتون يلي زينة البيت. إذا ونت الشبان ونت، لون النواعي ترجع الميت، ليلي ونهاري كان نعيت، خل البيت يا ابن أمي خل البيت. وين نصبت المأتم؟ انت يهيئون إليك المكان وتجي وتنوح على الحسين، لولا ولو صارت فاتحة ولو صارت ملمة، الرجال يواسون الرجال والنساء يواسون النساء. وإذا شغلوا أعدوا لهم الطعام، وين نصبت زينب العزاء والمأتم؟ ومنه اللي جاء إلى زينب وقال عظم الله أجركم؟ وين قعدت تنوح على أخوها؟ نادت دمع العين همال، افتح قلبك عمي، نادت دمع العين همال، أعظم علي قايل قال، كلكم حرم نسوان وأطفال، ونسوان ما تسلك بلا رجال، جريت ونا والدمع سال. يوم قالوا وين أهلكم؟ شانت لي 70 خيال، مشينا وتركناهم بالرمال، ونصبنا عزاهم فوق الجبال على الضوالع، على الضوالع. وش شفتين يا زينة؟ نادت دمعتها جرية، والضلوع منها من حنية، والكبد منها من فرية. أنا وا علي، وا علي، ما تدرون أنا وشفت بعيني، رأيت ابن الزكين طايح على الغبرة رمية، ويقول صدي يا زكية هسه تجيني الأعوجية وتجرب حوافرها علي. روح يا زينب لا تدوس عليش الخيل، خليها تدوس الحسين، انت نجمع العائلة في امان الله. تتصور مواقف زينب؟ اقدم لك مقدمتين بعد. يوم اللي زينب على الضالعة، وشايف انت اذا ميت، اذا ناس عزيز عليهم ميت ما يطالعون صورته، لولا ما ينظرون الى صورته، ينحونها ما يتحملون. أما زينب فإنها تنظر إلى رأس ابن أمها على ذروة الرمح، لم يتغير، قد نصل عن لحيته الخضاب، والدماء تجري على وجهه، بأبي وأمي كلما هب الريح حركت لحيته الشريفة بأبي وأمي.
وراحت. وأخير شيء أقول إليك، الناقة مربوطة بهالناقة، شايف النسوان في السفر كل واحدة تريد حاجة، كل واحدة تريد كذا، الناقة مربوطة بالناقة، لولا القطار يسمونه، والحادي يمشي، هالحرمة تريد تحول، هالطفل مريض يريد ينزل، هالولد يريد حاجة، هالطفلة تريد شغلة، الحادي يمشي، ما تراقب الله يا الذي تحث الرشايب، وما تقول برحمهم لجلنهم غرايب. هي من هي عتبي على سبع الذي بالنجف غايب، لو شافني ابو حسين ما يرضى علي. ابوي علي كل ما مشينا وانقضت في السفر ايام، قالوا لنا العدوان باكر نوصل الشام، الشام نوصلها. يوم اللي انقتل علي تخافين يا زينب من شماتة الشام، اليوم انتين تدخلين الشام. قلت استعدوا للبلا وصبروا يا ليتام، مكتوب هذا من قبل يجري علي. وايش تقول يا ابن فايز؟ قال عجت علينا الشام كلها صغار وكبار، هذا علينا تراب يحثي وذاك بحجار. ما حد يعرف الجرح الا في قلب زينب، ما حد يعرف الجرح. إذا هذا حال المحبين عقب 1400 سنة، وإيش حال زينب؟ شقد مشتاقة زينب إلى الحسين، أنت مشتاق إلى الحسين؟ أنت يوم اللي تطلع من كربلة، بقول إلك يوم اللي تطلع من كربلة، رايح أنت كربلة، أنت قلبك هنا، لكن يوم اللي تطلع من كربلة وإيش شعورك؟ ما تصير عندك كأنها ليلة الحادي عشر، كأنك مريض، كأنك مريض وحشة. إذن ما هو حال زينب عندما تركت كربلاء والحسين على واجهتها؟ قولوا لحادينا، قولوا قولوا لحادينا يمر بالغادرية، نسلم على الوالي وننصب له عزيز. وأحسن قولوا لحادينا يمر بينا على حسين، نبغى نشوف حسين ونشوف اندفن وين، نبغى نزور حسين ونشوف اندفن وين، والله لروي قبر اخويا بدمعة العين، ويا ليت فوق القبر تحضرني المنية. نادى العليل ومدمعا بالخد مذروف، اكسب معانا اليوم يا نعمان معروف، من روب عماتي وخواتي برض الطفوف. قال له فلعصي لك أمر يا ابن الشفوية، وصلوا إلى كربلاء، وصلوا إلى كربلاء، وإذا بهم ينظرون إلى الأنوار، وإذا بالمنادي ينادي قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسول هذا زين العابدين، مع عماته وأخواته رجعوا من سبي الذلة. انهض يا جابر، وصل السجاد مكسو جسم نحيلا، مدمعا بالخد منثو. قوموا بعجل واستقبلوا شيخ العشيرة، ويا اليتامى جاي بالذل والكسيرة، من بيت ابو طالب ترى ما ظل غيره، قام بعجل جابر وقلبه بنار مسعو، يبكي ودق بيده على خده وينادي
وينك يا ضنوة حيدر ومهجة الهادي ما ضلت يبقوا عليكم هالأعادي مولاي خبرني شجرة بيام عاشور قال يا جابر عظم الله لك الأجر ها هنا قتلت رجالنا ها هنا ذبحت أطفالنا ها هنا حرقت خيامنا ها هنا سلبت نساؤنا سل كربلا كم حوت منهم هلال دجم كأنها فلك للأنجم الزهري أما زينب فإنها لما لاح لها نور القبر اختنقت بعبرتها قالت قبر الشهيد ابن أمي ويلاه 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 إيه إيه قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا قبر عسى يا ابن أمي ما تنقطع وأحسن وقعت على قبر الحسين مع النساء والبنيات والكل ينادي وحسينا والكل ينادي وسيدا وهي تقول السلام عليك يا أبا عبد الله سلم عليه إن شاء الله تروح الله يجمعنا وياك هناك ونقرأ لك هناك يا عمي وأحاط بها النساء والبنيات عند القبر بأبي وأمي يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر يوم ما يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر داب جسمي من المصايب عمت عيني من السهر هضمنا ابن زياد يا أخويا وشهرنا بكوفته وقفت قدامه مهاب طراس لكن يا شهيد ما شفت ذلة يا بعد أهلي مثل مجلس يزيد قام هيسومون ساكن عزيزتك سوم العبد ننسحب كلنا بحبل وابنك انجرحت رقبته وش تقول يا مولى عطية وش تقول قالت خويا كم سوق دخلتها وكم مدينة وكم بلد وحسين خويا كم سوق دخلتها وكم مدينة وكم بلد وجيت بيتامك على قبرك ولا لي جلد تدرب ركوب الجمل ينحل يا ابو سكن الجسد يقولون الخطباء قالت ولدي علي وقاموا النسوان ينوحون يوم اللي قضت شويه وطر على الحسين تقول الى الله يرحم الوائلي تقول ان كان تريدني انسى وبطل النوح وونيني اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني أيام الجنت وياك ناغيك وتناغيني
قالت بني علي دلني على قبر كفيلي. قال أنا أدري وين تريدين تروحين. وطلع وياها من الحسين يلي رايح للحسين الله يوديك للحسين. وطلع وطلع وانت رايح كربلة من الحسين إلى العباس إلى أن وقفت على القبر. يا علي صاحت وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا. ما جيت تستقبل اختك تنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العانة وراس حسين سمحولي تراها مكسر سنونة. آخ 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 فاجعة فاجعة فاجعة. وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العونة وراس حسين سمحولي تراها مكسر سنون. راس حسين سمحولي تراها مكسر سنونة بطشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوني. وصلنا الشام آي الشام ما ينوصف طاريها عساني موسد بقبري ولا طبيت واديها يا خوتي يقصر لساني على هوالي شفت بيها. وتصرخ عاد يا دافن الراس عند الجثة تحتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري لا تغسلوا الدم عن أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشاب والكبر لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبات أخشى يفور دم يطمو على البشر لا تدفنوا الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغر في الصغر رشوا على قبره ما فصاحبه معطش بل الوحش بالقطر لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري لفينا وعلى قبرك قعدنا لفينا وعلى قبرك قعدنا ونخيناك يا عزنا وضمدنا مهم ناس بنرجع وحدنا بعد بقرأ لك هالأبيات كأن زين العابدين يسأل الحسين يقول إلى أدفن الرأس لو أوديه للمدينة إلى جدك الرسول. يا سرور طه المصطفى ويا نور عينه راسك دفن لو أوديه المدينة. قال لي منه عقب عيني مرجع الناس
راسي على جسم طرحة يا وافي الباس على أجي يوم الحشر جثة بلا راس وسلم على الزهرة وخبرها بمصابي قلها الأمة ما رعت فيكم جنابي دام اطبحاني وداس صدر ابن الضبابي خبر الزهرة بمصيبتي خبر الرسول وبعد روح بعد روح وخبر عرج على اللي من الهضم والضام قاسه قاسه لحتى من المصايب شاب راسه وقل لعضيدك علقه وبالرمح راسه داره وبراسه وبالحجر صكه وجبينه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم الفاتحة مع الصلاة.